إذا كنت تجيد كتابة الخط بشكل جيد تترك بصمة جميلة في المجتمع، تعبر عن شخصيتك وهويتك الثقافية، ولكن كيف إذا كنت تجيد الكتابة بجميع الخطوط العربية كخط النسخ والرقعة وغيرها؟ بالتأكيد ستترك بصمة جميلة مثل الأستاذ فاتح، والذي يخرج أجيالا تستطيع الكتابة بفن الخطوط العربية. لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع تابعونا. فاتح إبراهيم العلي من دير الزور، أعمل في مجال الخط العربي وتقنياته. طبعا من الطفولة كان عندي هاي الموهبة، مني طالب الابتدائي، وتطورت معي الموهبة حتى يعني وصلت المرحلة الثانوية. بدأت أبحث عن أستاذ الخط، فكان لي أستاذ، وكانت رحلات يعني كثيرة في الخط. نتنقل بين المحافظات، بنبحث عن مخطوطات، عن خطوط، والحمد لله يعني تكون عندي فكرة في الخط، وصار عندي مجال اني بشتغل في الاعلان. تعلمت يعني حتى الحاسوب، واكثر عملي كتابة باليد، وبنوظفها في الحاسوب وبنوظفها في اعمال كثيرة. وعملت يعني في السعودية، في بلدي كان عندي مؤسسة إعلان، وهون الآن عم أدرس يعني الخط لجميع فئات المجتمع، من طلاب، معلمين، مهما كان يعني، عامل عادي، محامي، أي شخصية تحب تتعلم الخط إن كان صغير أو كبير إن شاء الله يعني قام نعلمه الخط. طبعا نحن بداية أن نضع الطالب في صورة أنه هو عم يقرأ في الكتب، خاصة الطلاب والمعلمين ولاي، فيقرأ في الكتب قريب من خط النسخ، هو قريب من خط النسخ، فهذا يعتبر قراءة بصرية. فإحنا نعلمه خط الرقعة، هو خط الكتابة، لأنه خط الرقعة أسرع في الكتابة من خط النسخ، وخط الرقعة لا ما في تشكيل، خط النسخ في تشكيل. وفي فئات يعني موجودة هون بتعلموا خط القرآن الكريم، والحمد لله من علمهم خط القرآن الكريم بخط النسخ. وفي مثلا الطالب إذا تطور في خط الرقعة بنعطيه بعده الديواني، وإذا تطور بخط النسخ يأخذ الثلث. يبقى خط النسخ تعليق، هو خط مستقل. أما الخط الكوفي فيحتاج إلى تسطير هندسي، فقليل هون يعني يرغب في أنه يتعلم التسطير الهندسي في خط الكوفي، لأنه الخط الكوفي أنواع. هذا اللي بهذا المجال يعني قام، والحمد لله في طلاب وفي طالبات متقنين ويحبوا هذا الفن، يحبوه. والشيء الأساسي عندنا هو يعني الحفاظ على هذا التراث، الحفاظ على هذا التراث. يعني حتى لو وجد الحاسوب، فالحاسوب احنا نوظف فيه الخط، احنا نشغل الحاسوب في الخط، يعني نكتب ونصور الكلام اللي نكتبه، نرجع ننطي معالجة في الحاسوب، وبينتج منه لوحة، أو لوحة إعلانية، أو لوحة للبيت. أو لكن أكثر تعليمي يعني هو الكتابات القرآنية، الآيات، يتعلم الأحاديث، الحكم، بيوت الشعر، فيتعلم الطالب. وفي طلاب مثلا صار لهم 3 سنوات يتعلموا، وكل ما زاد في التعليم كل ما زاد أقوى. وفي طلاب ممكن يجي يخضع لدورة بس إنه يحسن خطه. تحسين الخط بيكون بخط الرقعة، يوم يشوفه انه بيكتب بخط الرقعة جيد، نفس التحسين بنعطيه في خط النسخ. ترسخ فن الخط العربي داخل المعلم فاتح منذ 10 سنين،
حتى بات جزءا أساسيا في حياته، حيث اعتمد على الإصرار والمتابعة في هذا المجال وإتقان جميع الخطوط العربية بكامل تفاصيلها وقواعدها. احنا طبعا المعدات نستخدم بالنسبة للتعليم من شان ما نكلف الطالب، لأنه أوضاع الطلاب يعني بالفترة هاي يعني الخط بدك تصرف عليه كثير. إذا بدنا نقول له قهر ورق وجيب نوع القلم كذا ونوع القصبة كذا، ولا احنا نستخدم أقلام موجودة في المكتبات، نمرة 2 نعلمه في خط الرقعة قيمة القلم، يعني اللي ارتفعت تكون 10 ليرات. إذا يكون الطالب مقتدر خليه ياخذ قلم معدني نقص له إياه يكتب فيه، يعني القلم المعدني لا يتجاوز 100 ليرة في منى. الكتابة في القصب، الحبر في أحبار صينية تكتب فيها ماشي حالها، لكن الحبر اللي احنا نكتب بيه احنا نصنعه من الهباب والصمغ العربي والعسل والخل، نصنع احنا الحبر هذا الأسود اللي نكتب فيه، وفي أحبار أخرى ملونة من البودرة هاي تبع الطعام، هاي احنا مع الصمغ العربي هاي إذا يريد أزرق أحمر أخضر، هاي الأحبار اللي يشتغل فيها، ويقدر يكتب على الورق الناشف ويقدر يكتب على الورق المصقول، يعني حسب القلم اللي عنده وحسب نوع الحبر. بالرغم من وجود الحداثة والتكنولوجيا المتطورة والخطوط العربية الإلكترونية، يبقى للخط العربي اليدوي مكانة يتكن بها الخطاطون المحافظون على هذا التراث العريق حتى ولو مضى عليه عصور من الزمن. الخط العربي طبعا هو تراث بالدرجة الأولى، في علم في كتابة الأحرف العربية، هو هويتنا احنا العرب. الخط العربي روح، الخط العربي روح، لانه قالوا فيه الخط هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية تقوى بالإدمان وتضعف بالترك. يعني للخط تعلم قوام الخط يا ذا التأدبي، فما الخط إلا زينة المتأدبي. الخط علم مخفي، الخط مخفي في تعليم الأستاذ، ودوامه وقوامه في كثرة المشق، ودوامه على دين الإسلام. فأنا يعني الخط يوم اللي أكتب أنا الآيات القرآنية تعمق في ذاتي، تعمق في ذاتي، فيصير عندي يعني حفظ عميق، فأحفظ من الخط الحكمة، الشعر، الحديث، النص، الأمور كثيرة. يعني الخط عمل إنساني. اليوم دكتور مثلا أكتب له القارمة، صيدلي أكتب له القارمة، بقالة أكتب له القارمة، طالب أكتب له عنوان، أكتب فيه عنوان كتاب، أكتب فيه كتاب كامل. كانوا الوراقين يكتبوا هالمخطوطات هاي كلها يكتبوها كتاب كامل. الخط يتوظف في كل مجالات المجتمع، لا يمكن انه يأثر على مهما كانت التكنولوجيا وقوتها لا تؤثر على هذا التراث، لانه هذا التراث هو من الذكر، والله سبحانه وتعالى قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، فهذا تراث عميق. فهي التكنولوجيا تحتاجنا احنا، تحتاج اليد. ليش؟ لأن الخط هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية، فأنا قام أوظف هذا الحاسوب مثلا، حاسوب منين خطوطه؟ الخطوط اللي فيه موضوعة من خطاط كتبها، لكن هو عبارة عن يصف الأحرف صف، لكن يوم اللي نكتبه إحنا بإيدنا يختلف، في اختلافات، يعني في اختلافات عن ما يكتبون. فاللوحة اللي أنا أكتبها مثلا يكون عندي الورق مقهر، عندي الحبر صنع يدي، وتتزغرف اللوحة، وهي هاي اللوحة تروح تعيش 1000 سنة. أما اللوحة اللي أنا أطبعها على طابعة أو شيء، فترة الزمنية ممكن سنة ما تستمر، لأنه الحبر مو حبر أصلي
ولا الورق ورق أصلي اللي ينطبع عليه. فالتكنولوجيا لا تؤثر على يد الخطاط أبدا، لا تؤثر عليه. فالتكنولوجيا تحتاج يد الخطاط دائما، هي محتاجة إليه ومو محتاجة لها، لأن الخطاط هو يصنع حبره، هو يقهر ورقه، هو يقص قلمه، فهي أدواته موجودة. والله يعني المصاعب، أولا الإقبال ضعيف، يعني الإقبال على هذا المجال ضعيف، الأجر ضعيف، يعني قوم أنا اليوم متفرغ لهذا العمل ما عندي عمل ثاني، فالأجر اللي قام أخذه عليه ضعيف جدا، يعني الراتب ضعيف، يعني ما يسد المعيشة. نضطر أحيانا يعني حسب المنطقة اللي نوجد فيها، نضطر أحيانا إلى تدريس خاص، وأنا أرغب دائما أني أدرس خط القرآن الكريم إحياء للسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسر المشركين، كان الأسير يعلم 10 من الصحابة قراءة وكتابة ويطلق سراحه. فأنا أحبذ يعني أنه بحفظة القرآن أنه يتعلموا كتابة القرآن، يتعلموا كتابة خط القرآن، لأنه هذا الخط يعني تكون بالصورة، الخط مجزأ. مجزأ شلون؟ في خطاطين يعملون فيه بالتجارة، تجارة بالخط، فهذا روحانيته ضعيفة تجارة الخط. أما الخطاط المخضرم، ودليل على ذلك أستاذنا الأستاذ حامد الآمدي كان فقيرا، فالخطاط المخضرم لابد إلا أن يكون فقير، لأنه وين أجره؟ أجره في الآخرة، لأنه قام يكتب وحي هو، فأجرنا في الآخرة، الأجر في الآخرة. لكن نتمنى أنه تتعلم الناس هذا المجال، والمعلم يعرف يكتب على اللوح، اللي يحفظ القرآن يعرف يكتب. فلاحظ الآن في المغرب يكتبون على ألواح، يكتبون على ألواح، يعني استخدموا طريقة قديمة جيدة جدا، عندهم ألواح، فالطالب يصنع حبره من الصوف، من صوف الغنم يصنع حبره ويكتب على هذا اللوح الآية اللي يعطيها الشيخ، فهذا كتبها وتلقنها من الشيخ وكتبها، فهي راح تترسخ في العمق عنده. فكتابة القرآن ضرورية، كتابة خط القرآن الكريم ضرورية. هاي من المعاناة، انه نبحث عن يعني من يتبنى هذا الأمر، من يحاول ان ينشره في دور خط، في بيفتح مجالات في تعليم هذا الخط، في يعني لازم يتعلمونه. يعني التكنولوجيا احيانا تسحبه من هذا الخط، يعني اللي قام يجلس على الموبايل 4-5 ساعات او يجلس على الحاسوب 4-5 ساعات، طيب اكتب، مرن ايدك، مرن، يعني انت الخط تاخذ منه روحانيه انت يوم اللي تكتب، لكن هاي الاجهزه قام تاخذ منها اشعه تضرك، يعني هاي استخدمها انت في حاجاتك، اوقات حاجاتك هاي الاجهزه، لكن هذا الخط والله يعطيك روحانيه.